هذا وتسجل المرأة البحرينية إنجازات متوالية انطلاقا مما تتمتع به من حقوق ومكتسبات حققتها في الفترة الأخيرة بفضل الدعم الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وهو ما جعل المرأة البحرينية تحتل مواقع قيادية في المجتمع وأن تثبت حضورها الفاعل في كثير من المجالات. أثبتت المرأة البحرينية كفاءة في أداء عملها وقدرة على الإبداع والعطاء في مجالات كثيرة، وتبوأت مواقع بارزة في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تناله من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، والرعاية والمتابعة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وفي هذا الإطار يأتي الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2019 ليجسد دورها الرائد في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل. واستطاعت المرأة البحرينية العاملة بوزارة الداخلية أن تؤكد حضورها المتميز في المجال العلمي. في الأول من ديسمبر من كل عام تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، وشعار هذا العام بيكون المرأة البحرينية في التعليم العالي وعلوم المستقبل. تحرص وزارة الداخلية على تطوير وتدريب وتأهيل المرأة في جميع التخصصات وكافة المجالات، من حيث الابتعاث للداخل والخارج لنيل الشهادات العليا من بكالوريوس إلى ماجستير وصولا إلى الدكتوراه، حيث تعمل تلك الدورات إلى صقل مهارات المرأة وتطويرها. وهذا المستوى من التعليم يمكن المرأة من حصولها على الأدوار القيادية والرتب العليا الذي يسهم في تطويرها ورفع مكانتها كمرأة بحرينية بشكل عام والمرأة بحرينية العاملة بوزارة الداخلية بشكل خاص. قامت الأكاديمية الملكية للشرطة بالعديد من الجهود في مجال التعليم العالي، ففتحت المجال أمام جميع منتسبيها للمشاركة في برامج الماجستير والدبلوم مراعاة لتكافؤ الفرص بينهم، كما نفذت مجموعة من الدورات المتخصصة في علوم المستقبل وذلك لتنمية قدراتهم في هذا المجال، يضاف إلى ذلك بإعدادها فريق من العناصر النسائية كمحاضرين ومدربين لتعزيز مساهمة المرأة البحرينية في هذا المجال. وخلال المعسكر الصيفي لسنة 2019 قامت بالعديد من الدورات وورش العمل والحلقات النقاشية للفئة العمرية بين 12 إلى 17 تستهدف علوم المستقبل والمهن الوظيفية المتعلقة بها، إضافة إلى المهارات اللازمة لهذا العمر. أناطت وزارة الداخلية بالغ الاهتمام في التحصيل العلمي لمنسوبين الوزارة بكافة مرتباتهم، كما أن هي تحث دائما على التدريب ومواكبة التدريب في الوزارة وخارجها، إيمانا منها أن التدريب والتحصيل العلمي يساهم في رفعة الكفاءة لدى الموظفين وتوفير أفضل الخدمات للشعب البحريني، كون أن وزارة الداخلية في تواصل مباشر مع كافة أفراد المجتمع. وكوني امرأة بحرينية أفتخر بأن لدي أحلام مستقبلية بإذن الله ستلامس الواقع. أسأل الله العظيم أن يوفقنا في أن احنا نرفع من شأن هذا الوطن الغالي. أتاحت وزارة الداخلية دعما وإسنادا للمرأة البحرينية وفتحت لها الطريق للقيام بمهام عديدة أثبتت فيها قدرة وكفاءة عالية في البحث الأكاديمي والتعليم العالي وعلوم المستقبل. تطور دور المرأة البحرينية في المجتمع واحتلت العديد من المناصب في كافة المجالات، وقدرت أن هي تترك بصمتها بجانب الرجل في المجال التعليمي. بالرغم كون وزارة الداخلية أن هي منظومة أمنية، لكنها أيضا اهتمت في الجانب التعليمي ودعمت المرأة لإثبات جهودها وأن هي قادرة أن هي تعمل في الجانب التعليمي. وأنا فخورة كوني أنا جزء من هاي الصرح العلمي، أعمل كمحاضر في الأكاديمية الملكية للشرطة وأعد برامج ومناهج دراسية مختلفة لكافة المستويات التعليمية الموجودة، سواء برامج الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورات لكافة منتسبي الوزارة. كل هاي البرامج اللي تعد ونقوم فيها تساهم في تطوير الأداء الوظيفي لمنتسبي الوزارة. محور التعليم له دور كبير في التطوير الشرطي، وذلك من خلال مستوى التدريب والدورات المتقدمة والمناهج التعليمية التي من خلاله الحصول على المؤهلات العلمية والدراسات العليا، منها الدبلوم المشترك لجميع الأفراد، وهذا يساهم في إعداد وتخريج الشرطة النسائية ورجال الشرطة وفق أسلوب تعليمي وتدريبي متطور بما يواكب التقنيات الحديثة والتغيرات والتحديات الأمنية. وجميع هذه الجهود تساهم في تطوير الأداء الوظيفي في العمل الشرطي.
يبقى الاحتفال بيوم المرأة البحرينية وبشكل سنوي علامة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين، والتي تعتز بدور المرأة وقدرتها على أن تكون جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية والبناء في المجتمع البحريني.